بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين من بعد. في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو تصحيح ديال واحد التمرين كيتعلق بالتأطير بالنسبة للعمليات والترتيب للسنة الثانية إعدادي، ليكون إكس وإي كريك عددان جذريا، بحيث إكس أكبر أو يساوي 3 وأصغر أو يساوي 5، وإي كريك أكبر أو يساوي ناقص 2 على 3 وأصغر أو يساوي 4. أولا أطير إكس ناقص 7 و 2 إكس ناقص 4. ده الجواب. هنايا اللي نؤطر إكس ناقص 7، هنا عندنا إكس. فين هي إكس؟ هي هذه. إذا لدينا إكس فهي محصورة ما بين 5 و 3. هنا إكس ناقص 7، إذا هنا فاش كنضيف واحد عدد لواحد المتفاوتة فالرمز ما كيتغيرش، يعني إكس ناقص 7 طرف النواة تولي إكس 5 ناقص 7 ونواة تولي 3 ناقص 7. هنا شنو عطاتنا؟ الرمز ما كيتغيرش، إذا غنحتفظو بالرمز. إذا غتولي إكس ناقص 7 صار يساوي 5، نحول الفرق إلى مجموع، زائد ناقص 7، هنايا 3 زائد ناقص 7. إذا فاش كنضيف نفس العدد للطرفين بجوج الرمز ما كيتغيرش. إذا إكس ناقص 7، 5 زائد ناقص 7، مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان اللي عنده بعد المسافة والعدد 7. شنو هي الإشارة ديال الناقص؟ ثم كنديرو فرق المسافتين، المسافة الكبيرة ناقص المسافة الصغيرة، 7 ناقص 5 هي 2. نفس الشيء هنا، 3 زائد ناقص 7 اللي عنده بعد المسافة والعدد ناقص 7، ناقص 7 ناقص 3 هي 4. ثم لنؤطر، صافي وحنا أطرنا إكس ناقص 7. دابا غادي نؤطر 2 إكس ناقص 4. إذا نفس الشيء، غادي ناخدو إكس لأن عندنا إكس هنا صار يساوي 5 أكبر يساوي 3. هنا أول مرحلة غادي نأطرو بها هي ديال الضرب، عندنا 2 ضرب إكس ناقص 4. إذا أول حاجة غادي نأطرو 2 إكس، باش نحصلو على 2 إكس غادي نضربو في 2، 2 فهو موجب، إذا الرمز ما كيتغيرش. الطرف هذا غادي نضربوه في 2، الطرف الآخر غادي نضربوه في 2، عطاتينا 2 إكس أصغر يساوي 5 في جوج هي 10، 3 في جوج هي 6. من بعد غادي نضيفو ناقص 4، فاش غادي نضيفو نفس ناقص 4 للطرفين بجوج الرمز ما كيتغيرش، يعني 2 إكس ناقص 4 غتبقى أصغر يساوي 10 ناقص 4 ويساوي 6 ناقص 4. 2 إكس ناقص 4 نحتفظو بها، 10 ناقص 4 هي 6، 6 ناقص 4 هي 2. إذا هذا هو التأطير ديال هاد العدد. ثم عندنا ثانيا اللي نؤطر إيكغيك زائد 1، باش نأطر إيكغيك زائد 1 غادي ناخدو إيكغيك. إذا عندنا إيكغيك محصورة ما بين 4 وناقص 2 على 3، باش نحصلو على إيكغيك زائد 1 غادي نضيفو 1. واحد موجب، يعني هنا فاش كنضيف واحد العدد سواء كان موجب او سالب الرمز ما كيتغيرش. اذا غادي نضيفو 1 و حتى هنا ناقص 2 على 3 غادي نضيفو ليها 1. نحسبو اكريك زائد 1 غتبقى كما هي، 4 زائد 1 هي 5. غادي نديرو توحيد المقام، ناقص 2 على 3 هنا 1 على 1، يعني 1 غادي نضربوها في 3 و 1 غادي نضربوها في 3. اذا عطينا هي ناقص 2 على 3 زائد 3 على 3 اصغر او يساوي اكريك زائد 1 صار يساوي 5. هنا 3 ناقص 2 زائد 3 صار يساوي إكغيك زائد 1 صار يساوي 5. هنا الحساب، ناقص 2 زائد 3 اللي عنده بعد المسافة هو العدد 3 موجب، 3 زائد يعني نحتفظو بالزائد ديالو، 3 ناقص 2 هي 1 على 3 صار يساوي إكغيك زائد 1 صار يساوي 5. ثم غادي نأطرو 3 إكغيك، لنؤطر 3 إكغيك. هنا شنو عندنا؟ إكغيك نفس الشيء محصورة ما بين 4 ناقص 2 على 3. هنا 3، 3 موجب، إذا الرمز ما غاديش يتغير. إذا 3 ضارب إكغيك صار يساوي 4 ضارب 3 ناقص 2 على 3 ضارب 3. إذا شنو غتعطينا؟ ناقص 2 على 3 ضارب 3 يمكن نختزل 3، غتعطينا هي ناقص 6 مثلا على 3، 3 إكغيك يساوي 12، ناقص 6 مقسوم على 3 هي ناقص 2، إلا اختزلنا 3، 3 إيكغيك صغر يساوي 12. صافي أنا حسبنا دايما 3. سؤال 3، استنتج تأطير 3، استنتج تأطير 2 إكس زائد 3 إيكغيك ناقص 7. هنا استنتاج مما سبق، هنا عندنا 3 إيكغيك أهي محصورة ما بين 12 ناقص جوج، وعندنا 2 إكس ناقص إكغيك، هاهي ديجا أطرناها 2 إكس ناقص 4،
قلنا فهي أصغر من عشرة، هي هادي من جوج وستة. إذا عندنا ثلاثة إيكغيك صار يساوي 12، وعندنا ناقص اثنان صار يساوي، أو ثلاثة إيكغيك أكبر يساوي ناقص اثنان، لأن إكس ناقص أربعة فهي أطرناها فهي مساوية بأربعة اثنان. هنايا إذا هنا عندنا نفس الرمز، إذا باش غادي نجمعو طرفين ديال المتفاوتين بجوج الرمز ما غيطيرش. إذا إلا خدينا ثلاثة إيكغيك، إلا درنا الجمع ثلاثة إيكغيك زائد جوج إكس ناقص أربعة صار يساوي، نجمعو الطرفين يعني 12 زائد ستة، هنا غتعطينا ناقص اثنان زائد اثنان، ناقص اثنان زائد اثنان فهي صفر، صار يساوي، هنا نحولو هادي غتعطينا هي اثنان إكس ثلاثة إيكغيك ناقص أربعة صار يساوي 12 زائد ستة هي 8، لأن إلا كان عندنا إكس محصور ما بين أ و بي و إيكغيك محصور ما بين سي و دي و سي، إلا جمعنا إكس زائد إيكغيك إذا كنجمعو بحال كنديرو الجمع، هذا زائد هذا يعني أ زائد سي و بي زائد دي، وهذا نفس الشيء اللي درنا هنا. إذا هنا استنتاج، استنتاج دائما كيكون مما سبق، وبعدها نكون سالينا التصحيح ديال هذا التطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله.